أول بمرادفة سارة وتيبد أبن تنج أولي كان ككانو أمساو أصبحوا الحظ اللي بمرادفاني هاو معناياتي سارة وعتب معناي سارة جدين كجرا شرح إذا فلم يجوز في كانو أمساو أصبحوا أبحاو ظل أن تستعمل بمعنى سارة جائزة أمانة بمعنى سارة استعمال كقوله تعالى وبست الجبال بستا يعني يوم كاتيكا كي وكان وردوخاش كران وردوخاش كران يعني فلويندران بمليا كاخر نية ديوتا غراوة دوبازية كخشيني هنا كي ورد وردون وردا كي ديت اخواروا أم بمعنى وردو برد يعني او كاتيكا كي وكان وردوخاش وردوبرد كران بمليا كا فكانت هباء منبثا يعني فصارت جاء امجر قران بهباء منبثا يعني بتوزيكي برجو بلاو حاضرين بابي اولي فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه وايوش قران بسيده ستا شاكر الان يردى مثلا كانت امجر كنتم هرجو كلام هنا ومن أسعر من أسرتم يا فأصبحتم بنعمته إخوانا يا وقران لسا إخوة وبنعمته إخوة قران بإخوان ببرايك برا إخوان أخ جامدة ولا معنى معاوينة معنى مشتقي هي يعني فأصبحتم ونبون ببراي نسبي يا ربون بشي بمعاوينة معاضدية معاضد وكشون برا ده معابد ده علود ودي علود يعني قاه باشا قال يك يعني قلت شاكا يا مظاهر مظاهر يعني پشت قر پشت يك يعني قلت ظهير يكن يعني پشت قر يكن عارفين بس بويا بنعمتي تعلق بس يبقى إخوان ولا تشمتوا من نعمة ذا ولا يعني كم ذا بلي باشا كأصبحتم خذنا سيرتما تمك اسمك يكي أو إخوان خبرك يكي يسأل يا أو بنعمتي تعلق بسير إخوانك أو بيشكرتوه يسأل يا أبنى سيرتنا يا ظل وجهه مسودة يعني وجهي رشع الأقار إذا مشارك وجهك اسمي ظل يا مسودة أنت خبرك أنت ظل أبنى سعر وقال الشاعر الشاعر أبنى بل أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنا عليها الذي أخنا على لبدين شاكر بابي علي معناه شعرك علي أمست خلاء باسي سرزميني كتال زاهيرا علي أو سرزمين شولبو يعني أمست الأرض خلاء زويك يا دي مثلا يعني دي الوقت خلاء بو بخلوت واتا مثلا شوال مو او شوانه حالب مو بخاواني خلاني ولا خاواني بورشاي وخالياي وامسى اهلها واهلي او سرزمينيش قران دويك احتملوا كوش يعني حالب جاء امجاره اخنى عليها الذي اخناني فاسدي كرد باشا فاسدي كرد لبين برد أخنا عليها شو ركو ماذا قضاء أقل بعلا تجاوز بكا جاري وهي بمعنى إلا بين بردنا أخنا شرقو جوري حالبي أخنا عليها واتا أولاتي لبين بردوا شي الذي أويك أخنا على لبدي أوك وان لبدي لبين برد شاكا لبدنا ببعض ذيكي أفثانيية باشا مثلا احتمالا نكوش يعني ارتحني حالي لو ما تجابوا نوا أخنا عليها شكوت من يلبين بل جاء لبد بلمي لا مكا وبفتحي بيكا بيشوين نوا ناوي بالندياكا حالبين وأم بالندياكا أواني غير في أنواع هو أمريكا وشاعر إيلين أري آخر دانية لو هنا أنا للنسر كاني يعني لا دعوة كاني زماني نسر أري الأول نسير بمعنى النسر كان الزمان لقمان كري عادة كحودة نبوي حاربين
حول أنا بن أك أو لقمان الدواي لأخواك الدوا كعمري أو حول أنا يا بعدي كذا أما أخذاني أنا لك إشتيان عمري بدي أشتري بوت أنا بدام عمر زورك حالي ولا تعرف أم ولا تيل بين برد شاكا يعني أم ما لا يعني مثلا أمس فعلي هي بيوراجي ولا دار أم داري لبين برد أم ما لا أو شتي كوال بدي لبين برد كل بدي لبين برد شن عاديش بقى النازي أو أنا حقوقي ومقرر كلاب أو جال لبين شد ولا بين بردين يسأل يوا أم ستو وهروا أم سيد وما ناي صارنا وتواجبين أنا أم جابوا أضحى مثال أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبيه يبغي عندي الأدب يعني صار وإذا توك أو إنسان لتوفدأك شيرول شيرولك لباسك لبري من مثلا ليما نبي لباسك لتوفدأك ويضربني وليما أدى أبعد الشيبية يبغي عندي الأدب آية دواي في البونم تازر طلبي أدب أكان لايمن إن دواي ويك من في البون تازر قرشتي من بأدب بم أشياب من عوي تربية دادات وويك بأدب واسم إذا أول حابة ناس صار توجبين دي وغير ليس وفتي أو زال بجواز تمام يعني ويختص يختص هي لأنا أفعال نافسة جغلة هم أفعال نافسة جغلة ليس وفتي أو زعلة يعني جغ عالم سيانة اختصاصني بجوازي تمام يعني بمكة جائزة تمام يعني شي تمام أي الاستغناء عن الخبر بقنا أخوة ناغيك بينياد لخبر فاشا يا بينياد لخبر هو تفسيري كل وثوار نين كيسا فردا كان أقرهاته مثلا بوبا تمام بنزل مزل من ربي وقوف يعني يوقو زهبا يعاتبه كفعلي تام بلق والدك بين يازا لخبر هذا صحيح جواب بلق والدك وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى بيسرة وإن كان ذو عسرة ذو فاعل كان أجر ذو عسرة يعني كسيك تناني فيا أجر تنان داري دفتني بكل إخوانا أو باتي لباتي مثلا خايت على باتي حراموني عيبا وأوانا ركا دواي أود السور داع مزرين هيك إيما شون بالخلط كين مثلا من وافر كفوم ما ملاي خلقه خابدان يشتاعوا آياتنا عظم مبوا بالريباة من داون شيب قبلية خايت أود السور أدا يجي فقط توصل معي في خوتي دي السنين أو حق إذا في وقرار الكردالي السنين أو يدي مسين أما فلكم رؤوس أموالكم يعني مخوة الماوتان دي السنين دواي أوك أوافر من أفرمي وأجر بي بخشن بيان شب عشتر حتى عيسى إيوى أوان فقير ونو بدسي أوان الراني ومالي إذا فيت عن ليه سندو ونو شي تيه شي أمرا أجر مثلا عيني مالك إيش يا قسمة هي يا قشتي إيوى دفن الله دسي لي الله قرين دسي لي الله قرين يا سينو أي أجر نان بو شي سا شرع للي سينو علي أجر هاتو ذو عصريك فيابو يعني دستن قرزاريكي دستن قيابو مثلا قرديت وبلايوغو وفا نظيرة يعني فحكمه نظيرة حكمي أو مولا استيدانا تاكي مولا استيدين إلى ميسارتين تاكاتي تدروين تاكاتي كدستيروا كاكا باشا أنا أولي مثلا كانت عمي يعني إذا وإن حضر يا أم آياتي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون تعالى يعني فسبحاني فسبحوا سبحان الله يعني او سبحان مفعولي مطلقة بفعلك مقدر خواه أفرمين ايوة يعني فسبحوا فسبحوا الله هذا أصلا جملة كواية فسبحوا الله سبحاننا حالي جادوية وفعلتي حسك ريه محمولا هركولا عندي مفعول مطلق لزوج جاي واحد اللي مفعول مطلق عامل لك حسب لي في عندك حسب كراوة مفعول فيك الله يا ما وتوا سبحانك مصدرك يا إذا أثمان كروب لا الله وتا سبحان الله حاضر يعني إيه وخواي خوتان بفاكو خارين رابك باشا
پاکو خالی رای بگرن یعنی لبواری عقیدتی و جوری کیوا که مثلا قصه اگ مکن که آلو ده بیر بشرک بیرو باور کیوا که نبیر که دگر شرک تیه کل بیر متوجبی؟ آل همو نقص و عیبیت خواب بجیعوان بزن یعنی که تنوا بیر که اوی نقص و عیب لخواب دوله شاکر كواتا خواب دور بقرن لها مو نقص عيبك شاكا لك يا عم كاركي أو تسبيحة حين تمسون وقت كواردي إيوارئ أبن كما نظر من يشوان بنا سبحان الله جاء من يابا نجيء وبفرمي فصلوا صلاة الله فصلوا صلاة نجيء وفرمي فسبحان الله چونکه نویش مشتمل بسر تسبیحه کواته تسبیح جزئی که لنویش حالا بی کواته بجیگه و فرمی نویش خوینن الله تسبیح کن اما اصلاحا پیجن تسمیه کل با اسم جزء آخر تسبیح ناونیه بو نویش ناو بو جزئی لنویش اما او ناو که بو جزئی لنویش خواهی گوره ای برای بسر همون نویش که اما بیالن چی تسمیه کل با اسم جزء يعني ايوا نيرج بخوان حين تمسونا كان نيرج قاعد تسبيح كان لكاتيك داخلي ايوا ربون وحين تصبحون وكاتيك داخلي عند داخلي شوب تمسونا حابين وكاتيك داخلي بعد تاخذ شوب المغرب عشاء اجريتوا ارجع لجوش بعدي اجريتوا حين اوش حتى اجريتوا عشان متاع اي الذي مروه باشا حين تزهرون جيب وليورو حين تزهرون الوقت كداخل زهرة حالبي هل هاتكاه مثال واتسامي يعني حين تدخلون في المساء يعني حين تدخلون في الصباح فرجع مثال ما دام مثلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أوان لو بهشتدى دمين النور يعني لو دور دخل دمين بوكامي ما دام اسمان كانوا زري ما بد انا بقاعده كان هي معمولا مثلا شتي دوام دار يعني شتي دائم الوجود او شيء كبدوام وجودي هي ذكري اكان مقشتي فيها مخيرة المرضية فيها خلود خلود يعني جاويد علاجي مثلا على بروكاكا تعرض اسمان معوا شاكر تعرض اسمان معوا اخو عرض اسمان اجنابيني ولم منزول يعني لو أبديتها منزول يعني وانيا قال عبدو عثمانا قال لما يجر أو يشتوى عربي قال سأوان لبهاشتان تا عثمانا كانوا زوية مينن معنى وانيا أقر عثمانا زوية نبان أوان لبعجد لكريه متوجبين أو جار ما دامت السماوات والأرض أو ما دامت بو عثمانا زوية أو دنيا بو عثمانا زوية إيرانية شو نيسا خوانيشا نسولة بهاشت تابج خالدين فيها تعام عثمانا زوية كأيما همانا تعمل تيك نشي قيامت بسانا يتابع عشر جهنم بسعالا درس تابع عشر جهنم هاي عيسى حاربين ولم نقل أوجدا بنسبة إيمو وكلم خروقي خاسيا زندقي أكين باشا تاعم زلية ما بي تاعم كيوانا ما بن تاعم آسمانا ما بي هو قيامت بسانا بي تا حوك يبشي بوضع عشر خلق يتبشي بوضع جهنم إذن ما دام في السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما بيبوا أسمان الدنيا وزوي الدنيا حاضري وقتوا لي لا لم سر زوي هذه النجاة أرض هي وأسمان هي كشو جبع شو جبع أرض وأسمان هي أما تا أرض وأسمان هي ما بي دي أوتوش جبع شو تايز خب تا أرض وأسمان هي ما بي يا ابن عز بالله بكبر جهنم يا الله تا أرض وأسمان جهنم ما بي تهرج جهنم ده خب أول يوا أوعياني أو أرض وأسمان كلها نجمة يعني حاضري فهذا ما دابت السماوات دابت عمي علي وايد ويرى ويختص ما عدا فتي أوزار وليس من أفعال هذا البالي بجواز استعماله تعمل لكي بتعمي سمانكي معناه تمام شيء ومعنى تمامي أن يستغني بالمرفوع المنصوب معناه تمام أولا يركب مرفوعك بين يدي حاصلك لمنصوبك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تؤثنوا حين تصبحون خارجين فيها ما دابت السماوات والأرض والشعير جثيتي تطاول الليل كبالإثمدي وبات الخلي ولم ترقدي وبات وبالت له ليلة ك
كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. عليه الشود لإسمي إثنين مكانك دريجي كيرشا. وبات الخلي خلياني أو كسيك كفي لقومي مجرد فاشا، ولم ترقدي فاشا خلي روجي كردوه بلان أو نخو يا تشاوي نخو يعني ولم ترقد عينه حالبي شوي بروش شوي قيان دا روش بات الخلي شاكا يعني خلي كوت الروش حال وحال ولم ترقدي والنخوت يا تو نخوتي خلياني إنساني مجرد قيب بروش بلان توهر نخوتي هاو بتوجبي. وبات يعني خلي كوت الروش وبارد له ليلة وباتت له ليلة شرب بو أو سفريبو كليلة ذي العائل الأرمز حاربي وكو شوي كثي كخاوني خوشو خاربي فوشو طلاش عائل ذالي بشيرين بفوشي قلن كأثبت النار شعروه ذي العائل يعني كثي كفوش على شعروه أرمدي جاني كثي كشعري يرشي شاكا وكو أو يعني وكو شون عليها درست نخوت برام شوي كيدي بزراء شوابو بوچی وابو وکو شوی پوش لچاو وکو شوی پوش لچاوی داره چاوی شواب حربیم باش اما نبر چی بو من اواب کرد بو جوز نخوت مؤمنه او شو لم ارخد بو من او تناغم بو ولم ترخد نزم اشکریه لیوانی ولم ترخدی یعنی ولم ترخد عینی لبروش المعزين كعشاو معمول الخوا زاهرة بأمانة فاعل جاي عين يعني خلي وتم جرز ورج كده طلع ملم ترقد عيني كشاي منيش أوينك يعني خليت نقد خوي نقد أخوي وذلك من نبأ جاء أيقوه خبري بك هذا خبرك فمن جيبو أم خبريشة وخبرته عن بني الأسود من نبأ بني الأسود وأم خبرك يا جيبو كتعرفوا خليك شاي بس بعتيك الوقت عامة بيه. وما فسرنا به التام هو الصحيح وأو تفسيريك إما تاما فيكر يعني وما فسرنا به وأوشتيك إما بوشتا تماما تفسير كردوا أو الصحيح أما وعن أكثر البصريين أما لدي البصري كانوا أمير أن معنى تمامها معنى توابوني أفعالنا في سبب الأنزواء على الحدث والزمان دلالة كردنية التي الحدث زمان مثلا عملية فعل ناقصين مناقصة هر زمانك يعني عددنا يعني والله زماني كدلالة التي الحدث يشكر على وبر زمان هو تعمى ولأم علينا خير من معيوانية معنى يواية حالتي فياكنك بمرفوع كان دين يازم من المنصوب. وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا وهل موجود خلافين لبين علماء لنا وبرد الكردني او افتدى كخبر منصوبك كبشي ناوبراوة بناقص ناوبراوة لما سمي ناقصا لبشي ناوبراوة بناقص بثانية رواية علي مثلا تقول لبنا فرسي علي بوشي في عرب بكان يجب ناقص عرب شنك بمرفوع حقيم علي توانا بيحتاج المنصوب هي ايكي تري اواز وعلا توا فإذا شنك امهر فعل تام دلالتي لتن حدثي في زمان جاء والامهر دلالتي لتن حدثها اه لا فرق بين زمان لا حددنا كبير ناقص حاضرين بلا نهار على جواب اول كدرسته فعلى ما اخترناه فزينا سنوي كيما هم بجد سمي ناقصا ناوبرا والمناقصا فعلانا لكونه لم يكتفي بالمرفوع لا بلوك اكتفاء بالمرفوع كان كذبه ولو على قول اكثرني انا قولي اكثر بس لي كان لا بلوك لانه سلب الدلاله على الحدث دلاله ليس الحدث ليس الكراوه وتجرد وترخان كلاوة ترخان بوا للدلالة على زمان بوا أو فقط زمان بقينا والصحيح الأول طالما صحيح ما جوانا جوا وكأم الأول ودا معنا موافق بيش عزيزي.